اخوان السلام عليكم ورحمه الله. الموضوع ديال اليوم هو اننا غادي نبدلوا الزيت ديال الفران ديال البيكالا. وعلاش غادي نبدل الزيت ديال الفران؟ الصراحه هذه ما عمرني بدلتها، صراحه ما عمرني بدلتها، غادي نبدلها. ولكن الفكره منين جاتني؟ الفكره جاتني ملي بدلت الفران ديال الطوموبيل. تصور الفران ديال الطوموبيل حيدته، درت واحد اخر، شوف هذا اللي حيدت كيفاش داير، طحل. هو خاص يكون بيض شفاف ولا صفر شفاف. وشوف دابا هذا ديال الطوموبيل كحل، يعلم الله هذا ديال البيكالا كيفاش غادي يكون معلم. انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش تبدلوا هذا ديال الشيمانو. كاينه هاد الشيمانو، وكاينه شيمانو وحده اخرى، يعني البواتي كاينه هاد البواتي وكاينه واحد البواتي وحده اخرى. نبدا لكم بهذه والبواتي الاخرى حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وندير لكم عليها فيديو. اوكي الاخوان، انا راه عندي الماتيريال، ها هو ديال باش نبدل الزيت. فوالا حيد الماتيريال هاو باش نبدل الزيت، ولكن ما غاديش نديرو، غادي ندير نخدم لكم طريقه بدائيه كاع ديروها، الصراحه طريقه بدائيه كاع غادي تخدموا بها. يعني اش غادي خاصكم؟ غادي خاصكم غير تويو، هذا ما عندي ما ندير به، غادي نحيدو. انا هذا عندي واحد اخر، ها هو، وهاد الابره سورينغ، هادي ابره الزيت، ها هي، ها هي مينيرال ويل، شاي مينيرال ويل، ها هي مكتوبه هنايا مينيرال ويل، يعني هاد الزيت كتنطابق مع هاد الفران ديال شيمانو. واللي عنده هنايا الدوت، اللي عنده هنايا الدوت غادي يدير الدوت. اوكي الاخوان، يلاه سيروا معايا دقه دقه، مرحله مرحله، وغادي نصوبوا ان شاء الله الفران. اول شيء الدراجه تكون أفقية، تكون مستوية على المستوى أفقية. هاد المانيفيل نطلعوها نجيبوها مستوية، بعد ما حيدنا الكاش شي هو الزيت كاين لداخل هنايا. شوفوا داك البيستون كيفاش يتحرك، راه شي والبيستون كيتحرك. غادي نتعاملوا معاه كيف كنتعامل مع الطوموبيل. غادي ننقص شويه الزيت، غادي نحيد شويه الزيت من هنايا، غادي نحطها في قرعه وهنايا ما نخليش الريح يدخل، ونكب الزيت الجديده ما نخليش الريح. هذه هي اهم حاجه، الريح ما خصهاش تدخل في البيستون، تبقى ديما عامره. انا غادي ننقص شويه ونزيد الزيت ونتبعوا المرحله من وراها. نحيدوا البيستون، هوبلا تشعل ما تحلت. لازم تدفع شويه باش تبدل لي بلاكيت، تدفع هاد لي بيستون يدخلوا لداخل، تدفع لي بيستون يدخلوا لداخل بهذه الطريقه. هذه لصقنا السورينغ هنايا، تلصق هنايا، من بعد تلصق هنايا غادي تحل بساروت سبعة. فوالا ساروت سبعة، دور واحد نص دورة. شو الزيت هاهي خارجة، شاهي الزيت طالع، هاهي شي الزيت هاهي طالع، كتبانلك. شوف دابا غادي تركز معايا مزيان معلم، اش غادير؟ سوا غادي تيري بهاد لاسغانك تجر الزيت عندك هادي تطلع، ولكن هنايا خصك ديما تزيد الزيت حتى الزيت ديالها غادي تهبط. اوكي متفقين الاخوان؟ وتبومبي ديما، وتبومبي الفريناج، حيت ملي غادي تبومبي غادي تفراني الزيت غادي تطلع هنايا. انا غادي نبومبي، شتي هاي الزيت طالع، شوف شوف شوف، بلاتي نوضح لكم السؤال، شتي الزيت كتطلع. ولكن ما تنساش هنايا الريح ما خاصوش يدخل، هذه هي خصك تركزوا عليها، الريح ما يدخلش هنايا. تبومبي ديما، تبومبي تبومبي تبومبي. ها هو داك البيستو غيبان لكم، راه هو شتي، ها تصفى الصورة، فوالا شتي، ها تبومبي 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 تبومبي. الزيت اللي هنايا غادا تهبط، غادا تنقص، شتي هاهي بدات كتنقص، بدات كتنقص، بدات كتنقص، شتي شوف فين وصلت النيفو ديالها، فين وصلت، شتي.
وهنايا الزيت كتطلع. شوف فين وصلت هنايا شتي قبيله كانت هنا هي طالعه كتوصل هنايا فهمت الاخوان. وغتبقى غادا قد ما كتبون به قد ما كتطلع. اهم حاجه هو انه الزيت تبقى ديما هنا الفوق بحال دابا هي قربت تخوى عندي هنا الشيا نزيد الزيت. ملي تكمل هاد المراحل غادي تزير كأن شيئا لم يكن. زير فوالا اوب غادي تحيد التيو ديالك هذا غادي تحيدو اوب فوالا مد احمد مزيانة تبارك الله على الشاب حسني الله يرحمك فوالا. ونفس العملية اللي درنا هنايا غنديرو هنايا اللور نفس السيستم سهلة مالها. هادي تطلعها تردها الفوق ودير اللعيبة كيف وريتك هنايا صافي وسالينا ومريضنا ما عندو باس. هنايا غادي نزيدو شوية الزيت شوية الزيت نديرو الكابوشون ونسد ونرد البلاكيت ديالي هنايا رد البلاكيت ديالي هنايا رد هادي البلاصة وندير جوج فيسات صافي مريضنا ما عنده باس.